زين، انا بحكي لكم حكايه، وش رايكم؟ ها حكايه، وش رايكم؟ زين، اول شيء ابغى اسمع احلى صباح الخير. صباح الخير. كان يا ما كان، في سالف العصر والزمان، كان في انسان. ابغاكم كل ما اسوي حاجه تسووا زيي. زين، كان هذا الانسان مثل الطير، كل يطير. يلا خلونا نطير نطير، ما طرتوا؟ يلا نطير 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 نطير. صنع له جناحين وراح إلى جزيرة الأحلام. وين راح؟ جزيرة الأحلام. وين تصير؟ من يعرف؟ جزيرة الأحلام ذاك هناك، هناك جزيرة الأحلام. قالوا وش اسمش انت؟ مايا؟ ملك. وش اسمك انت يا بطل؟ تعال يا ابراهيم. هذا البطل ابراهيم بيسافر وياي الى جزيرة الاحلام. اختار اربعة من اصدقائك، يلا اختارهم، قول لهم تعالوا. يوسف، تعال يا يوسف، صفقة ليوسف. ما حد يصفق ليوسف؟ يلا بعد، من هو اصدقائك؟ بعد اثنين. يلا يا نذير، تحية لنذير. ايوه بعد واحد. علي، تعال يا علي، خل جاكيتك وتعال، خل جاكيتك هناك وتعال، جيبه خليه هني. زين، الحين قلنا البطل وش اسمك انت؟ وش اسمك؟ علي. لا، انت واسمك؟ ابراهيم. ابراهيم، وهذيلين اصدقائك صح؟ الحين احنا بنروح الى جزيرة الاحلام، وفي جزيرة الاحلام بعيدة، شوف في البحر. كيف نروح؟ كيف نروح للجزيرة؟ ما عندنا سفينة، وش نسوي؟ بعيد سيارة. سيارة في البحر؟ لا ما يصير. بعد دباب. دباب في البحر بيغرق. دباب الماهي. دباب الماهي. كيف نروح الجزيرة؟ نسبح. بنتعب. طائرة. طائرة ما في. تمجينا. الحين بدينا نفكر نفكر نفكر. يلا خلونا نفكر نفكر. يلا يلا فكروا 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 فكروا. جت إلى إبراهيم فكرة، قال وش رايكم؟ تعال إبراهيم أنت هنا عشان تطلعني. زين، وش رايكم نخلي عندنا جناحين ونسوي لنفسنا جناحين ونطير إلى جزيرة الأحلام؟ وش رايك إبراهيم؟ يلا يلا صنعنا جناحين، يلا نطير 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 نطير. أوبا، قعدوا في الجزيرة، قعدوا. الله، وصلنا الجزيرة. الحين في الجزيرة، زين، في أربع حدائق. أول حديقة حديقة الزهور. الله، يلا خلونا نقطف الزهور. زهرة زهرة زهرة، يلا زهرة زهرة، كل واحد عنده زهرة. وش لون الزهور اللي عندك؟ وش اللون الزهرة دي اللي عندك؟ أزرق. وش لون زهرتك؟ أزرق. وش لون زهرتك؟ أزرق. كلكم لونها أزرق؟ أزرق. أنا لون وردتي حمراء. الله، شو رأيكم في الوردة الحمراء؟ خنينة. زين، قطفنا الزهور وودينا الزهور إلى أصدقائنا، نوزع عليهم الورد. يلا تفضل، هذه وردة. تفضل هذه وردة. تفضل هذه وردة. تفضل هذه وردة. زين، خلصنا من حديقة الزهور. تعالوا يا أصحابي، تعالوا يا أصحابي، تعالوا. وخلصنا من حديقة الزهور، نروح الحين إلى حديقة الحيوان. حديقة الحيوان وش فيها؟ يلا نعدد الحيوانات.
أيوة، واسمه؟ أسد. أسد. نمر. مانكي. منانا. ها؟ منانا. وش منانا دي بعد؟ ها؟ يلا يلا علموني وش أنواع الحيوانات. أسد. نمر. مانكي. بعد. جزارة. كيف جزر حيوان؟ زين، بعد حصان، بقرة، خطوه. زين، من يعرف يعلق على صوت من أصوات الحيوانات؟ أي حيوان هذا؟ أي حيوان؟ أسد. ها، كيف يكون صوت الحصان؟ ها، ايوه، كيف يكون صوت البقرة؟ با با. خلصنا من حديقة الحيوانات ورحنا إلى حديقة الفواكه. وش ناكل في حديقة الفواكه؟ ها، طماطم، تفاح، ها، أناناس، ها، برتقال، بطيخ، مي، فواكه. ها، بعد، يلا علموني. توت. ها، بعد. أيوة، أكلنا وشبعنا. شبعنا. بعدين رحنا إلى حديقة الطيور. حديقة الطيور فيها طيور كثيرة جدا، وحلقنا. بعدين إبراهيم قال وش رأيكم نروح البحر في السفينة؟ أوكي، يلا نركب السفينة، يلا نجدف، يلا يلا نجدف نجدف نجدف، يلا نجدف 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 في البحر، البحر البحر البحر. ويقوم علي ويطيح من السفينة. طاح من السفينة وقام يتحرك، يسوي حركة. بعدين جت الدلفين وحملت علي على ظهرها وقعدت تضحك وياه، تستانس وياه، وهو مبسوط. وبعدين قال لهم باي 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 باي، أنا بسبقكم. وصلت الدلفين علاوي إلى الجزيرة، وإبراهيم يا أصحابه وصلوا بالقارب، وانتهت القصة. وش رأيكم؟